لكن في الحقيقة يوم 16 من شهر مارس هو يوم مميز ويوم مختلف دائما، لأنه مليان بمناسبات كتيرة بتخص المرأة المصرية. بنتكلم في سنوات مختلفة، سواء كانت 1919 أو 1928 أو 1956. إيه اللي حصل في التواريخ دي تحديدا؟ تعالوا نبدأ من 1919، لأن هي التاريخ ده تحديدا كان تاريخ بداية نضال المرأة ضد الاستعمار. خرجت 300 سيدة مصرية بقيادة هدى شعراوي رافعين أعلام الهلال والصليب، وده كان رمز للوحدة الوطنية، وبينددوا بالاحتلال البريطاني والاستعمار. طيب، في اليوم ده سقط أول شهيدات مصريات، وهم نعيمة عبد الحميد وحميدة خليل وفاطمة محمود ونعمات محمد وحميدة سليمان ويمنى صبيح. وفي نفس اليوم ده تحديداً، لكن كان سنة 1923، هدى شعراوي دعت لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على رأس المطالب الخاصة بهذا الاتحاد كانت مطالب بتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للمرأة المصرية، وأن المرأة تحصل على حقها في التعليم الثانوي والجامعي أيضا، وكمان يتم إصلاح القوانين الخاصة بالزواج. علشان كده في سنة 1928 دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة في حينها. أيضا كان بداية حصول المرأة على حقها الكامل في التعليم. طيب، هل انتهى الأمر لكده؟ لا، لأن 1956 قدرت المرأة المصرية أن هي تحصل على حقها في الانتخاب والترشح. مشوار طويل قوي من النضال للمرأة المصرية اللي أصبحت دلوقتي بتستحوذ على 164 مقعد في البرلمان المصري. كل سنة وكل مرأة مصرية بألف خير، لكن في الحقيقة 1956 ما كانش نهاية المطاف، ولا فكرة التمكين الخاص في المجالس النيابية اللي احنا النهاردة قلنا عندنا 164 مقعد، لأن كان بداية النضال مطالب سياسية واجتماعية أيضا واقتصادية. والنهاردة شايفين المرأة بتتولى في مصر في الجمهورية الجديدة عدد كبير جدا من المناصب القيادية اللي بتقول إن هي عندها القدرة على فكرة إن هي تكون قادرة على صنع القرار، وده بيدل يا جمانة بيدل عليه قدرتكم بقى على تولي المناصب واتخاذ القرار طبعاً أيضا. يعني صحيح إحنا كنا محتاجين إن إحنا نناضل عشان ناخد حقوقنا وناخد مساحة، المساحة اللي إحنا نستحقها صحيح. الحقيقة، لكن بجانب إن إحنا محتاجين قوانين وتشريعات، كان لازم إحنا كمان نثبت جدارتنا. يمكن أنت الحقيقة سردت سريعا كده بعض من تاريخ نضال المرأة، لكن الحقيقه حلقات وحلقات عشان نتكلم عن نضال المرأة كتير جدا. لو هنتكلم كمان اكتر بما ان احنا في شهر مارس، يعني كمان كام يوم، 19 مارس تحديدا بنحتفل باسترداد واستعاده طابه. وخلينا نقول كان في المستشاره فايزه منجا كانت ضمن فريق الدفاع طبعا امام كمان امام يعني امام المفاوضات اللي خاصه باعاده صحيح طبعا. صحيح، كانت هذه المفاوضات كمان برئاسه السفير نبيل العربي في لجنه هيئه تحكيم طابه في جنيف، وكانت ضمن فريق الدفاع الحقيقه عن القضيه المصريه. والحقيقه انه يمكن هذه الملحمه الدبلوماسيه، بما ان احنا صحيح. كمان بنحتفل بالمئويه الدبلوماسيه، يعني لحد النهارده هي بتدرس طبعا. يعني اكيد كان في يعني اكتر صحيح. من 24 قيمه وقامه الحقيقه قاموا بهذه الملحمه، لكن احنا بنتكلم تحديدا عن المرأة المصريه. هي مرأة مصريه نضالها ما وقفش لعند 56 ولا عند 89 ولا الحقيقه واقف لحد النهارده. يعني لحد النهارده المرأة المصريه فاعله وبقوه في كل المواقف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي حصلت في البلد. خلينا نبص لدورها القوي في ثورة يناير وفي ثورة 30 يونيو. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة أشاد بالدور ده، ولطالما أشاد بالدور ده وبيشيد بيه في كل مناسبة الحقيقة، وقال إن المرأة المصرية اتحركت من أجل إنقاذ الهوية المصرية في 2013. عشان كده كان في دعم كبير من القيادة السياسية في السنين اللي فاتت عشان نوصل لليوم اللي نشوف فيه المرأة لأول مرة بتجلس على منصة القضاء في مجلس الدولة، نشوف المرأة بتتعين في النيابة العامة، ده غير إنه عندنا 8 وزيرات في الحكومة. خلينا نضيف على كل ده التمكين الاقتصادي الاجتماعي أيضا الصحي من خلال مبادرات كتير أطلقها سيادة الرئيس، زي مبادرة صحة المرأة المصرية اللي بتستهدف فحص 28 مليون سيدة لمكافحة سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، غير دعم مشروعات خاصة بالمرأة المعيلة. ومناسبة إن النهاردة كمان يوم المرأة المصرية، هيكون معانا سؤال حلقتنا النهاردة: مين الست اللي تحب تقولها شكراً
وليه؟ ده طبعا سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، واكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. لكن خليني اسال احمد الاول، انت مين الست اللي تقول لها شكرا وليه؟ بصي يعني في الحقيقه علشان مين الست اللي اقدر اقول لها شكرا، طبعا اول حد هتبقى موجوده كده على راس القائمه طبعا والدتي اللي ربتني وتعبت وسهرت طبعا، يعني هي اكيد بتتفرج علينا دلوقتي، فاقول لها صباح الخير يا امي وكل سنه وانتي طيبه، وشكرا على مجهودك، وشكرا على اللي عملتيه يعني كتير قوي علشان تقدر تربيني انا واخواتي، وتقدر اللي تطلعنا نماذج الى حد ما، يعني الحمد لله الناس بتشيد بتربيتنا يعني. بس في نساء كتيرة قوي حاليا موجودين في مصر نقدر ان احنا نقول لهم شكرا، زي ما انت ما قلتي في وزيرات قادرين على اتخاذ القرارات، قرارات صعبه، قرارات اقتصاديه يعني بتغير كل وزيره التخطيط، عندنا وزيرة الهجرة، 8 وزيرات. يمكن وانت بتقولي يا جمانة المكتسبات اللي قدرت المرأة اللي هي تاخدها في الوقت الحالي، جه في دماغي كده أثناء من 4 سنين فاتت تحديدا، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اسأل الرئيس ويوجه لي سؤال، كان السؤال بيقول يعني متى يتولى منصب وزيرة للنساء في مصر، وزيرة مرأة. فساعتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رد إجابة قد تبدو دبلوماسية للحضور، لكن النهاردة أثبت وبالدليل وبالبرهان القاطع أن هي إجابة حقيقية، قال أنا وزير المرأة، مش محتاج المرأة يكون لها وزير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بيهم. وفعلا النهارده المكتسبات اللي موجوده بتقول ان المراه بتاخد حقها، وانتوا كمان لا يمكن طول الوقت كنا بنسمع انه بنسمع عن اهميه المراه ودورها في المجتمع، لكن الحقيقه دلوقتي احنا بنشوف ده يعني قولا وفعلا. هو كان دائما طبعا هرد على السؤال، عارفه انت مش هتسيبني، بس الحقيقه انه خليني اكد على المعلومه دي، انه دايما كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث عن ايمانه بان المراه المصريه هي السر في بناء صحيح. هذه الهوية المصرية وفي هذه الحضارة القوية اللي امتدت يمكن من قديم الزمن، يعني احنا إيماننا بالمرأة واحترامنا بالمرأة مش جديد علينا الحقيقة. لكن صحيح. أنا اللي هقول شكرا، هقول شكرا مين؟ طبعا لأمي. وليه؟ لأنها صبح يعني عليها برد هي نايمة دلوقتي. وعايزة أقول شكرا لكل أم شهيد الحقيقة، لأنه خليني أقول إن هي ضحت بحتة منها عشان نقدر نعيش النهاردة في أمن وأمان. لو شايفين إن في مشروعات تنموية، لو شايفين إن في أي تقدم بيحصل، وده حصل فعلا لأنه إحنا كان لازم يبقى في أمن وأمان في البلد، إن كان داخليا أو على الحدود، وده كان مستحيل يحصل إلا يعني بدماء الشهداء دول. فشكرا ليكي، ويعني شرف لينا إن إحنا نكون ولادك، كلنا ولادك، وكلنا بنصبح عليكي وبنقول لك كل سنة وإنتي طيبة. على أي حال، ده سؤال حلقتنا النهارده، مين السيده او المراه في حياتك اللي تحب تقول لها شكرا وليه؟ صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.